مرحبا بكم في بلد التعايش، بلد الحب، بلد السعادة، بلد التآخي. مرحبا بكم في دار زايد، مرحبا بكم في دبي. خلينا نشوف شو ممكن نعمل بمية دولار في هذا البلد السعيد. خليكم معنا. مرحبا بكم في المستقبل، أو بالأحرى في متحف المستقبل في دبي. تعالوا نكتشف مع بعض ونشوف شو الأسرار المختبئة في هذا المتحف. الدخول متحف المستقبل 149 التذكرة العادية، أما الفاست تراك 399، يعني تدخل دغري تطلع المتحف المستقبل. وانتوا عارفين أنا قيمتي، يعني هاخد تيكت 149 درهم. يلا نكتشف مع بعض متحف المستقبل في دبي. ضروري ومؤكد تحجز التيكت أونلاين قبل ما توصل وقبل ما تيجي بأيام، يعني الحين لما بدك، لو بدك تحجز عفوا حتحجز لثلاث أشهر، يعني فولي بوكت. يعني بنصحكم بالفاست تراك، بعدين تاخذ اللاين ونطلع نكتشف مع بعض. يلا بتطلع في الأسانسور بتحس إنك في المستقبل. أين هو المستقبل؟ من هنا. هذه محطة فضاء المدارية أمل، هذه اللي ستكون إن شاء الله سنة 2071، ستساعد الإنسان يعني على جودة الحياة. وصراحة في دبي بتحس بنفسك أصلاً أنت عايش في 2080. شوف صراحة شيء يثلج القلب وشيء رائع جدا، يعني تشوف اللي حيكون سنة 2071. يلا كمل جولتنا، هذه موجودة في الطابق الخامس من في متحف المستقبل عفوا. يلا وهذه بالطبع هي المجموعة الشمسية اللي بنعرفها كلنا. هذه القاعدة المريخية ألفا. هون بتقدم على كأنك تكون من رواد فضاء سنة 2071، وأنا بالطبع يعني هقدم وفي مختلف المجالات. يعني العربية تختار اللغة، يرجى الوقوف أمام الماسح الضوئي. شكلي لازمني تريننج. نكمل جولتنا؟ يا مرحبا بكم في الحديقة. يلا تفضل مرحبا. تعالوا معي حوريكم شيء مش طبيعي. يلا تعالوا. تخيلوا هنا موجود أكثر من 2500 دي إن إيه لكائنات حية.
اهلا بكم في المرصد. يلا نكمل جولتنا. هنا في الطابق الثاني موجودة الاكتشافات المتواجدة في متحف المستقبل. صراحة سؤال، هل أنتم مستعدين؟ هذه السيارة ذاتية القيادة سيدريك، تابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي الRTA. تخيل أنك تطير للذهاب إلى العمل، ليس شيئا مستحيل. هذا هو اسمها البدلة النفاثة، Gravity Jet Suit MK2.3. هذه تلبسها تطير للشغل، تروح تشتغل، تلبسها تطير للبيت، تروح تنام. هذا المكان هو الفيوين ديك. الناس اللي بيزوروا المتحف ممكن يجوا هون ياخذوا صورة تذكارية. صراحة المنظر رائع. خلينا نكمل جولتنا في دبي ونشوف مكان ثاني. خليكم معنا. Arabian Tea House هو المكان اللي لازم تيجي تاخذ فيه فطور إماراتي 100%. يلا نفطر مع بعض وبعدين نكمل يومنا. هذا الفطور فطور إماراتي 100%، كلفنا 85 درهم إماراتي. جينا المكان أصبح معلمة تاريخية في دبي، دبي فريم. من جهة في دبي القديمة ومن جهة دبي الجديدة. تعالوا نكتشفوا مع بعض. الدخول 50 درهم إماراتي. يلا معنا. هذه دبي القديمة، يلا نكتشفها مع بعض. على يميننا هذا دبي القديمة وهذه دبي الجديدة. صراحة شيء بيخوف شوية. خلونا نشوف دبي المستقبل. يلا. هنا تكون خلصنا جولتنا في دبي فريم. خلينا نروح مكان ثاني نكتشف. مرحبا بكم في حي الفهيدي التاريخي. تعالوا نشوف شوية تاريخ الإمارات في دبي. خليكم معنا. الشيخ زايد بن سلطان النهيان الله يرحمه قال لابد من الحفاظ على تراثنا القديم لأنه الأصل والجذور. علينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة. وإحنا اليوم في الأصل، إحنا في بيت إماراتي 100%. تعالوا نكتشفه مع بعض ونشوف حلاوة البيت الإماراتي. يلا معك. أول شيء هذا بيسموه المجلس أو باللهجة الإماراتية المجلس. هذه غرفة المطوعة. المطوعة هي مرأة بتعلم الأطفال القرآن الكريم، وفي البيت في باب لوحده بيدخل على هذه الغرفة. هذه غرفة شتوية. الفرق بين الغرفة الشتوية والغرفة الصيفية أن الغرفة الشتوية فيها نوافذ. هذه هي الغرفة الصيفية اللي تكلمت لكم عليها. الفرق بين الغرفة الصيفية والشتوية أن الصيفية ما فيهاش نوافذ وفيها هذه الفتحة بتدخل الريح البارد. هذه مصنوعة من معدة الجمل
وكانوا في زمان بيحطوا فيها المي عشان يبرد. سبحان الله. مرحبا بكم في حي شندغة. هو متحف كانوا بيوت أول شيء، وبعدين صاروا بيوت فيهم متاحف. كل بيت بيعطيك معلومة على شيء، مثلا العطور، على المجوهرات التقليدية. خلونا نكتشف مع بعض، نشوف حي شندغة. خليكم معنا، يلا نشوفوا بيت العطور. تعالوا. في هذا البيت أو متحف، أصبح متحف، بيوروك طريقة تحضير العطور. هذا هو بيت الشيخ سعيد آل مكتوم. استمتعوا، وبعدين خلينا نمشي لمكان ثاني نكتشف دبي. جينا لهذه المنطقة، اسمها منطقة السيف، وفيها العبارة أو العبرة. العبرة بتوديك جولة ساعة أو نص ساعة. نص ساعة حتكلفنا 60 درهم إماراتي، وإحنا اختارينا القديمة. يلا نجربها مع بعض. خلصنا جولتنا الحلوة، وللأسف حلقتنا هتخلص هون. نتمنى أن تكون عجبتكم، نتمنى أنكم تجيوا تزوروا دبي. حبيبي كبت دبي. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية، ودايما ما تخلوا يومكم بمية بس، خلوا يومكم دايما مية مية. سلام عليكم.